مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنناقش فيها هذا المساء دخول القوات الأمنية إلى مدينة المنصورة في عدن وأثرها على الاستقرار في العاصمة المؤقتة. بعد 9 أشهر من استعادة عدن وبمساندة من المقاومة الشعبية، تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على مديرية المنصورة بعد أيام من الاشتباكات مع الجماعات المسلحة في المدينة. المنصورة التي بقيت طوال الفترة الماضية معقلا للجماعات المسلحة التي كانت تشكل خطرا على عملية إعادة الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وتطبيع الحياة فيها، باتت أخيرا في قبضة الحكومة. سيطرة القوات الأمنية على المنصورة وطرد الجماعات المسلحة منها يمثل خطوة مهمة على صعيد تعزيز سلطة الحكومة على المناطق المحررة من سيطرة الميليشيا والعودة من الخارج لممارسة مهامها من هناك. تبدو العملية الأمنية في المنصورة مقدمة لمرحلة ثانية من الخطة الأمنية التي تنفذها القوات التابعة للحكومة الشرعية والتي ستمتد بحسب تصريحات مسؤولين إلى المحافظتين المجاورتين لحج وأبين، بما يسهم في تأمين عدن وجعلها مقرا مؤقتا لمؤسسات الدولة لحين إسقاط سلطة الانقلابيين في صنعاء. تفاصيل العملية الأمنية في المنصورة ودلالاتها في سياق العمل على إعادة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة سيكون محور نقاشنا لهذا المساء. قبل البدء في النقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. أخيرا الشرعية في شوارع المنصورة بعدن، المدينة التي بقيت طوال الأشهر الماضية معقلا للجماعات المسلحة ومركزا للعمليات الإرهابية التي ضربت العاصمة المؤقتة منذ تحريرها من سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع، أصبحت الآن أقرب للهدوء بعد أن دخلتها القوات الأمنية وقوات تابعة للمقاومة الشعبية. شوارع المنصورة التي شهدت أكبر عمليات اغتيال استهدفت عددا من قادة الأجهزة الأمنية والمقاومة، كانت تمثل كابوسا للحكومة الساعية إلى فرض سيطرتها على المدينة وإعادة تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن. خلال الأسابيع الماضية كانت القوات الأمنية مدعومة بطيران التحالف قد شنت هجوما واسعا على مواقع المسلحين في المنصورة بهدف استعادتها وضبط الأمن فيها. مصادر محلية أكدت أن قوات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على مداخل المدينة وعلى معظم المقرات الحكومية ونشرت قواتها على جولة كالتكس وشارع 90. وقال مصدر أمني أن القوات تمكنت من السيطرة على السجن المركزي وحصرت مباني ومناطق سكنية في المنصورة بعد 3 أيام من الاشتباكات، فيما تم ضبط عدد من المشتبه بهم إثر عمليات مداهمة شملت مسلحين ودراجات نارية يشتبه بوقوفهم وراء عمليات الاغتيال التي شهدتها المديرية. العملية تأتي في إطار مساعي الحكومة لفرض سيطرتها على المناطق المحررة وتأمين العاصمة المؤقتة، وينتظر أن تمتد إلى المحافظات المجاورة كأبيان ولحج التي تشهد تواجدا لمسلحي تنظيم القاعدة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وسيكون معنا لمناقشة موضوع هذا المساء من زوايا الحدث نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر بن لخشع والناطق باسم السلطة المحلية في عدن نزار أنور، وكذلك المحلل السياسي فؤاد مسعد، كما سيكون معنا من الرياض الكاتب والناشط السياسي شفيع العبد. أبدأ مع سيادة اللواء نائب وزير الداخلية ناصر بن لخشع. سيادة اللواء مساء الخير. أهلا بك سيادة اللواء. بداية، ما هي نتائج تحركاتكم الأخيرة في محافظة عدن وعلى وجه التحديد في المنصورة؟ شكرا لكم، مساء الخير لكم ولمستمعيكم. مساء النور. كما جاء في تقريركم اللي سبق، هناك يعني خطه عامليه يعني عده طبعا للعاصمه بشكل كامل. يعني هذه الخطه من بينها تقريبا يعني تركيز يعني فيها على المواقع التي كانت فيها توترات، وبالذات يعني منطقه المنصوره اللي شهدت قبل فتره يعني احداث يعني مسلحه. كما جاء في التقرير تم تنفيذ الخطه، وهناك يعني تجاوب كبير جدا من قبل يعني المواطنين ومن قبل يعني كافه الشباب يعني في التلاحم مع البرنامج او الخطه الامنيه. وفي الامس يعني تم في الاخير يعني نشر القوى الامنيه يعني في المواقع التي كانت من سابق يعني تقوم بها المقاومه
من ابناء المنظيره. نعم. تم يعني الدخول الى الشيخ المغربي وتم تسليم الوضع في يعني مستقر بشكل إيجابي. نعم سيادة اللواء، هناك أنباء تتحدث الآن بعودة الاشتباكات في مديرية المنصورة بعد أن تم نشر قوات أمنية تابعة للسلطة المحلية هناك. والله يعني أنا لا أجد عندي أي بلاغ، ويعني موضوع إطلاق النار يعني هنا وهناك في ظل يعني الحرب القائمة في هذا البلد يعني محتمل في أي وقت، لكن أقول أنا إنه الإجراءات الأمنية سيحصل، وأي يعني طارئ سيتم يعني التعامل معه بشكل إيجابي. نعم. سيادة اللواء يعني إذا تكرمت سنعاود بك الاتصال مرة أخرى لأن الصوت غير واضح، ونحن حريصين على أن تصل رسالتك بشكل واضح وبشكل يعني أكبر. إن شاء الله سنتصل بك يعني مرة أخرى حتى نتمكن من سماعك. ينضم إلينا الآن الصحفي فؤاد مسعد من عدن. فؤاد مساء الخير. مساء النور، مرحبا. أهلا بك سيد فؤاد. فؤاد، إذا وضعتنا في صورة ما جرى مؤخرا في من تحركات أمنية في محافظة عدن وعلى وجه الخصوص المنصورة اليوم. نعم، بالتأكيد اليوم تمكنت قوات تابعة للأمن وللجيش والمقاومة من الانتشار خلال ساعات الصباح الأولى في عدد من شوارع المديرية وهي مديرية المنصورة، التي ظلت خلال الأشهر الماضية ومنذ تحرير عدن من قبضة الميليشيا ظلت يعني معقل للمسلحين والجماعات المسلحة التي كثيرا ما دخلت في مواجهات وجولات من الصراع وأعمال العنف مع القوات الأمنية في أطراف المديرية، لكن هذا الدخول والتوغل لقوات الأمن والانتشار والمرابطة في مداخل المديرية والشوارع المهمة يعد انتصار للأمن وللاستقرار وللحكومة. نعم فؤاد، حقيقة الاشتباكات التي تدور الآن، هناك أنباء تتحدث بأن هناك اشتباكات عادت من جديد في مديرية المنصورة. الاشتباكات وكما هو كان يعني متوقع أن تحدث، ويعني نتيجة سيطرة قوات الجيش والأمن والمقاومة ستكون يعني ربما مؤشرة تكون محدودة وفي يعني مناطق ربما ثانوية بخلاف الجولات من يعني دورات العنف والمواجهات التي كانت في شبت الفترة الماضية عندما كانت معظم أحياء وشوارع المنصورة خاضعة لقبضة الميليشيا ولم يكن بمقدور قوات الأمن أن تدخل أو أن تقترب من هذه الأحياء. نعم سيد فؤاد، يعني تقييمك لأداء السلطة المحلية والأمنية في محافظة عدن خاصة في الفترة الأخيرة، هل هي تتواكب مع حجم الأحداث وحجم المخاطر الأمنية التي تحيق بالعاصمة المؤقتة؟ حقيقة أن يعني مثل هذا التقييم يعني يحتاج لإدراك يعني الوضع الذي كانت تعيشه عدن قبل هذه الظروف والتغيرات التي حدثت، رغم ما يبذل من جهود من الجهات والأجهزة الحكومية سواء الأجهزة المحلية أو الأجهزة المركزية باعتبار عدن هي الآن العاصمة ويفترض وجود كافة الأجهزة المركزية في العاصمة، إلا أنها لا تزال دون المستوى المأمول ودون المستوى المطلوب. طيب من الناحية الأمنية كما يعني عشنا هذه الفترة ظلت المنغصات والمعوقات الأمنية تعيق الأداء وتعيق الحياة العامة. نعم. لكنه طيب يعني بما تحقق المقاومة اليوم. نعم. نقول أن الخطة الأمنية حققت أهم أهدافها. نعم طيب سيد فؤاد تكرم بالبقاء معنا. أعود إذن إلى سيادة اللواء نائب وزير الداخلية السيد اللواء علي ناصر باللخشع. سيادة اللواء أهلا بك من جديد. كما ذكر السيد فؤاد مسعد بأن تحركاتكم الأمنية لا يعني تتواكب مع حجم الخطر الذي يحيق بعدن وأيضا المناطق المجاورة لها. ألو. نعم سيادة اللواء هل تسمعني؟ الآن أسمعك. نعم سيادة اللواء، كنت قد سمعتك سألتك ما طرحه السيد فؤاد بأن تحركاتكم الأمنية لا تتواكب مع حجم المخاطر الأمنية التي تحيق بالعاصمة المؤقتة عدن.
أقول أنا إنه نعم يقطع الصوت أحيانا. نسمعك تفضل، نسمعك الآن تفضل سيادة اللواء. طبعا الإمكانيات المتاحة بالنسبة يعني وزارة الداخلية فيما يتعلق يعني برفع الجاهزية كاملة للقوى الأمنية تواجه صعوبة كاملة جدا، لأنه كلنا ندرك يعني كيف كان الوضع عليه قبل أن يأتوا الانقلابيين إلى عدن. يعني كانت كل الوحدات الأمنية الرئيسية يعني من طرف واحد، وبالتالي قادرة الميدان بكاملها بكامل عتادها. أيضا تدخلت ظروف أخرى بحكم الحرب، وحصل هناك يعني مقاومة، وحصلت يعني تقاطعات كثيرة في ظل الحرب التي يعني نعم يعانيها شعبنا، مش يعني في نعم. كل بقاع يعني اليمن ما فيها حتى في الأراضي المحررة، لأن لا زلنا نحن في حالة الحرب قائمة. نعم سيادة اللواء، يجري حاليا يجري حاليا العمل على يعني إعادة الجاهزيات وفقا لما هو متاح نعم. من قبل يعني الحكومة، يعني فيما يتعلق بإعادة يعني بناء الوحدات الرئيسية الهامة التي يعني يكلف أو يعطى لها مهام للتعامل مع الوضع الأمني نعم. يعني هنا وهناك. ولا نعم. شك أنه هناك لا زلنا لم نصل إلى ما هو مطلوب، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح. نعم سيادة اللواء، الكثير يتحدث يعني 9 أشهر منذ تحرير محافظة عدن أليست كافية أمام السلطات الأمنية والمحلية يعني إعادة الأمن لهذه المحافظة التي تبدو أكثر المحافظات يعني إذا لو كان هناك جدية لا تم إحكام السيطرة عليها أمنيا بشكل سريع وقوي؟ سيادة اللواء هل تسمعني؟ يعني أنا أقول لماذا لا نسأل السؤال، وأنا أقول صريح معك نعم، لماذا لا يوجه السؤال إلى الحكومة ونقول للحكومة 9 أشهر مضت يعني على يعني تحرير عدن نعم، يعني لماذا لا تتوفر الظروف المناسبة لبناء هذه المؤسسات، يعني وأهمها يأتي في المقدمة التمويل المالي والدعم اللوجستي وبناء المعسكرات للتدريب، كل شيء كان محطم. نحن نمشي يعني على الأرض يعني دون يعني وجود يعني الحد الأدنى يعني من يعني العوامل التي تؤدي إلى إعادة بناء العمل المؤسسي نعم، وبالتالي إلى تنفيذ المهام نعم. سيادة اللواء لا نلقي سيادة اللواء نعم. نعم. تواجد الحكومة نعم نعم سيادة اللواء، تواجد الحكومة في خلال الفترة يعني في عدن، ونائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح كان معكم وغادر اليوم العاصمة المؤقتة عدن، وكان يشرف يعني بنفسه على كل التحركات في عدن. يعني الحكومة وتواجدها في عدن ليست قادرة على توفير ما تحتاجونه لفرض الأمن فيها؟ هذا سؤال يبذل تفضل جهود ممتازة من قبل يعني الحكومة، يعني وبالذات يعني وجود الأخ نائب الرئيس ورئيس الوزراء هنا يعني في يعني الدفع بالعمل المؤسسي نحو الأفضل. لكن بقول أنا صراحة أن هناك صعوبات لا زالت تواجه، والحكومة بإمكانها أن تبشر ذلك. نعم طيب سيادة اللواء، إذا تحدثنا عن من تم القبض عليهم في الفترات الأخيرة من الجماعات المسلحة والذين كانت يعني تورطوا في عمليات اغتيال، إلى الآن الكثير يتحدث أين راح مصير هؤلاء الذين تم القبض عليهم؟ لماذا لم تطلعوا الرأي العام من أي جهة هم، من يدعمهم، إلى أين ينتمون، ما الذي جرى من محاكمتهم؟ طبعا اعتقد انه في تصريح سبق يعني وزير الداخليه يعني قد اشار الى ان هناك عدد يعني من الموقوفين على ذمه الاشتباه بهم في التورط في قضايا يعني خطيره في محافظه عدن وفي بعض المحافظات الاخرى. هؤلاء يخضعون للتحقيق يعني في اداره الادله الجنائيه بمحافظه عدن. عندنا اشكال فيما يتعلق يعني بالقضاء، القضاء الى الان يعني لم يفتح ابواب القضاء حتى نستطيع ان نسير في الملفات. لا نريد نحن ان نكون نحن يعني القاضي ونحن العسكري نعم. نريد ان نقدم اتهام جزافا، نريد ان تذهب الملفات الى القضاء نعم. وبالتالي القضاء هو الذي يقول
يعني من هو المتهم وما طبيعة التهم الموجهة إليه. نعم هذا نعم سيادة اللواء، نعم سيادة اللواء اسمح لي، يعني فيما ذكرت قد يكون في من يشتبه يعني بضلوعهم في هذه العمليات، لكن من تم القبض عليهم وهم متورطون بصورة مباشرة ورئيسية في عمليات اغتيال كالتي يعني حدثت عن الشيخ العدني مؤخرا، هل يعني تحتاج كمان الى محاكمه؟ كما قلت انه الموضوع يحتاج الى انه الملف الاشخاص هؤلاء يذهب الى القضاء. نعم طيب سيادة اللواء، والقضاء الى الان لم يفتح ابوابه يعني في محافظه عدن. نعم سيادة اللواء، يعني قبل ان نودعك، فيما يخص تفعيل الاجهزه الامنيه، المخابرات، الامن القومي، الامن السياسي، ما الذي قدمتموه في هذا الجانب؟ يعني طبعا هذه الاجهزه هي مرتبطه يعني برئاسه الجمهوريه ولا تخضع يعني لوزاره الداخليه. جميع هذه الاجهزه تخضع بحسب القانون لرئاسه الجمهوريه، ويجري يعني حاليا يعني معالجه عين يعني رئيس للامن القومي الجديد، يعني وان شاء الله نشهد يعني تحرك لهذه الاجهزه بشكل ايجابي اكثر ما هو عليه اليوم. نعم، هل تدرك الرئاسه والحكومه اهميه هذه الاجهزه من اجل المشاركه ودعم القوات الامنيه والعسكريه لحفظ الامن في محافظه عدن وبقيه المحافظات؟ نحن طرحنا في اللقاءات مع نائب الرئيس هذا الموضوع وبجديه، وطرحنا ضروره ان تفعل هذه الاجهزه، وهو يعني وعد بانه سيعمل على يعني تقديم ما يمكن تقديمه لتفعيل تلك الاجهزه في محافظه عدن والمحافظات المحرره جميعا. اشكرك جزيل الشكر نائب وزير الداخليه سياده اللواء علي ناصر بن لخشه، كنت معنا عبر الهاتف من محافظه عدن. اعود الى السيد المحلل السياسي فؤاد مسعد. فؤاد، يعني اذا من خلال ما تابعت حديثي مع نائب وزير الداخليه بان الحكومه مقصره بشكل كبير في دعم هذه الاجهزه من اجل ان تتحرك بصوره قويه على الارض، برايك لماذا هذا التخاذل من قبل الحكومه الشرعيه في دعم هذه الاجهزه، وخاصه في عدن التي يسعى الجميع لان تكون عاصمه مؤقته وتعود الدوله من هناك؟ باعتقادي ان يعني ان السبب او الاسباب في هذا البطء او هذا القصور مرتبط يعني بعضه باسباب ذاتيه، يعني تتمثل في عجز الحكومه، يعني العجز الذاتي يعني للحكومه نفسها، لاعضائها، لاقوامها الذي يفترض ان يمارس مهامه من داخل عدن باعتبارها العاصمه، بالاضافه الى اسباب اخرى هي التي يعني يتعللون بها، وهي ما تفضل بذكرها نائب وزير الداخليه. نعم. عندما تحدث عن الظروف والصعوبات على الارض التي تواجههم، الا انه يعني بالامكان لو كان يعني حركه الحكومه يعني اكثر قوه واكثر فعاليه، ربما قللت يعني من حجم وتحديات هذه الصعوبات. نعم. لكن يعني الضعف الموجود في الحكومه هو الذي يجعل هذه الصعوبات اكثر، ويجعلها اكثر، ويجعلها هي المسيطره على الارض. نعم سيد فؤاد، اذا يعني عدنا الى النقطه الاخيره وهي سيطره القوات الامنيه اليوم على مديريه المنصوره، ما الذي ستمثله بالنسبة لإعادة الأمن في محافظة عدن؟ كما تعلم كانت المنصورة بؤرة كبيرة لانتشار الجماعات المسلحة وشكلت خطر كبير وهددت الأمن في محافظة عدن، بعد السيطرة عليها إلى أي مدى ستسهم في تأمين عدن بصورة أكبر؟ السيطرة كما حدث اليوم وكما نأمل أن تستمر يعني على مديرية المنصورة، يعني استكمال السيطرة بشكل كلي وبشكل كامل وبشكل نهائي على محافظة عدن بشكل كامل، يعني لصالح القوات والأجهزة الرسمية الحكومية، يعني ردا على الجماعات والميليشيات المسلحة أيا كان شكلها أو لونها، وأيضا انتصار في المنصورة بأكثرها كانت يعني ملاذ لهذه الجماعات وهؤلاء المسلحين، كما ان يعني مديريه المنصوره تعتبر من اكبر المديريات من حيث المساحه ومن حيث التاثير ومن حيث يعني قربها من المنشات الحيويه والمهمه، قربها من الميناء وقربها من المطار وقربها من المفاصل يعني الحيويه التي تربط بين شمال عدن وجنوبها وشرقها وغربها، بالتالي هذه الخطوه ستكون خطوه مهمه اذا تم المحافظه عليها والعمل على استتاب الامن بشكل كامل وليس يعني مجرد انتشار ثم يعود الوضع الى ما كان عليه. نعم. سيد فؤاد، الان اذا كانت هناك بعض المناطق التي لا زالت تشكل خطرا ويتواجد فيها
العناصر المسلحة بشكل كبير في محافظة عدن، أين تتواجد من وجهة نظرك؟ لا، هو المعروف يعني لكل من يتابع ويراقب الأحداث في عدن أن المنصورة أو بعض أحياء المنصورة القريبة من جولة كالتكس هي التي كانت المركز والملاذ الآمن والمعروف يعني وشبه المعلن عنه أنه يعني يشكل قاعدة انطلاق رئيسية لهذه الجماعات، يعني باستثناء هذه المناطق ربما لا توجد منطقة أخرى في عدن تشكل أهمية أو تشكل يعني قاعدة انطلاق لهذه الجماعات، على اعتبار أنه جميع المديريات خاضعة لسيطرة المقاومة والحكومة والأجهزة الأمنية، إن لم تكن هناك يعني تواجد للأجهزة الرسمية فتوجد فيها وحدات من المقاومة المنضبطة والمقاومة التي هي على قدر كبير من التنسيق والتناغم مع أجهزة الأمن والجيش، وبالتالي وجود المسلحين الذي كان في المنصورة كان هو الوجود الأخطر والأكثر ضرر ويعني على الأمن العام في المنصورة وعلى الأمن بشكل عام في عدن. نعم. سيد فؤاد، الجماعات المسلحة والعناصر التي كانت تقود عمليات إرهابية في محافظة عدن، هل يعني تم تصنيفها إلى أي جهة تنتمي؟ هل هي لتنظيم القاعدة؟ لأن الكثير يتحدث أنها أغلبها كانت تنتمي للمقاومة الشعبية، وبسبب عدم استيعابها من قبل الحكومة الشرعية والسلطات الأمنية جعلتهم من يقومون بهذه يعني الاختلالات الأمنية في المحافظة. طبعا يعني للتصنيف ولتوصيف هذه الجماعات وهذه المجموعات المسلحة يعني هناك شيئين رئيسيين، إما أن هذه الجماعات تعلن عن نفسها إلى أي فصيل تنتمي أو إلى تيار يعني ديني أو سياسي أو فكري تنتمي، أو أن تكون هناك يعني توصيفات مهنية صادرة عن جهات حكومية لها صلة بالأمر ولها علاقة واجرت تحقيق في هذه الاشياء، اما ما عداها فتعتبر يعني تكهنات و يعني ربما توصيفات عامه يعني لا تناسب هذه الجماعات، لكن معروف انه يوجد بينهم متشددون دينيون، يوجد بينهم يعني شباب تم تضليلهم وتم التغرير بهم والدفع الى المواجهه، وبعضهم كانوا يعني محسوبين الى فتره قريبه على المقاومه وكان لهم دور في مواجهه ميليشيات الحوثي. نعم. بالتالي التوصيف وهذه التصنيفات يعني تحتاج الى جهه مختصه والى اعلانات يعني من المسلحين انفسهم يعلنوا عن انفسهم الى اي تيار والى اي جهه ينتمون. نعم، هؤلاء المسلحون سيد فؤاد يعني برأيك هل انتقلوا مثلا إلى مناطق أخرى، إلى مناطق مجاورة للمنصورة أو مديرية أخرى في محافظة عدن أو حتى المحافظة المجاورة كلحج وأبين، أم لا زالوا متواجدين يعني في أماكن معينة أو خلايا نائمة وتصد يعني تشكل مصدر قلق بالنسبة للجهة الأمنية مستقبلا حتى ولو كان هناك سيطرة من قبل الأجهزة الأمنية على المديرية؟ يعني اقول انه هذه المعلومات يعني انتقلوا لانه حدث انتقال بكل تاكيد، لانه كانت مجاميع كبيره واثناء المواجهات التي حدثت قبل نحو اسبوع او 10 ايام يعني تمكنت القوات الامنيه ودخلت بعض المناطق والاحياء التي كان يوجد بها المسلحون والتي كانت مركزهم الرئيسي منها مقر المجلس المحلي، بالتالي حدثت يعني عمليات انتقال ربما يعني انتقال بشكل فردي وغير علني داخل احياء عدن، وايضا حدث خروج يعني خارج عدن كان قبل هذه المواجهات الاخيره، ومن ضمنهم ما يعرف بابو سالم وهو احد القيادات البارزين في هذه الجماعه، وهناك معلومات انه انتقل الى المكلا، فحدثت يعني عمليات انتقال لكنها يعني غير واضحه المعالم على شكل يعني دقيق ويعني وبشكل مباشر. حدث يعني ايضا انتقال الى بعض احياء منطقه البريقه البعيده من عدن، وهو الذي ادى الى اشتباكات ومواجهات في اليوم التالي لخروجهم من المنصوره عند حادثه سقوط الطائره الاماراتيه، هي بالتاكيد اشتبكت مع قوى مسلحه من هذه الجماعات. نعم. يعني مقدار تفاعل وتعاون المجتمع العدني في دعم الاجهزه الامنيه سيد فؤاد كيف تقيمه؟ المجتمع في عدن يعني هو اكثر ميل واكثر جنوح للسلم وللامن،
وهو يعني اكثر المتضررين من احداث العنف وعمليات الاغتيالات التي يعني شوهت الحياه العامه وشوهت مدينه عدن واثرت على الحركه بشكل عام واثرت يعني على الامن وعلى الاستقرار وعلى حياته العاديه. فهذا يعني يدفع المجتمع لان يقف ضد هذه الممارسات العنف واعمال الفوضى، يقف الى جانب النظام والى جانب يعني التواجد الرسمي الذي يحفظ الامن والاستقرار. نعم. سيد فؤاد، اختم معك بسؤال اخير، هل تتوقع سيطرة كاملة قريبا على معظم مديريات محافظة عدن وتكون نموذج جميل لفرض هيبة الدولة وانطلاق لعودة كل مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الحكومة وايضا رئاسة الجمهورية؟ بالطبع يعني اتوقع هذا، وان لم يكن بالشكل الحشيم يعني الحاشم والسريع الذي يظهر اثره في وقت عاجل، لكن نتوقع ان يكون التغيرات لصالح الامن والاستقرار، خصوصا اذا ما تم تفعيل هذه الاليه، اليه الخطه الامنيه بهذه القوه وبهذه الفاعليه، مع يعني عدم اغفال بقيه يعني الادوار الحكوميه التي يجب ان تقوم بها في توفير الخدمات و يعني معالجه كل وجميع اثار الحرب والحصار الذي فرض على مدينه عدن وما عاناها الاهالي، وما لا زال هناك يعني بعض الموالم المتعلقه بالجرحى الذين لم يجدوا يعني اهتمام كافي، بالتالي معالجه جميع الجوانب هي ستساعد وستسهم في تامين عدن بشكل كامل. اشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي فؤاد مسعد، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. الشكر ايضا لنائب وزير الداخليه سياده اللواء علي ناصر باللخشع، وكذلك كان من المفترض أن يكون معنا الناطق وباسم السلطة المحلية السيد نزار أنور، لم نتمكن يعني من الاتصال فيه بسبب رداءة الاتصالات، وكذلك كان من المفترض أن يكون معنا الكاتب والناشط السياسي شفيع العب، لم نتمكن من الاتصال فيه. أشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.